بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي مع دايرة زي ما احنا شايفين كده عبارة عن مذبذب تلات خمسات، وعندنا مجموعة من السيجمنت الهدف منها ان هي تعمل ذبذبة بحيث ان السيجمنت دي تكتب كلمة معينة، عشان طبعا هي متوصلة بطريقة معينة فهتكتب كلمة عليها. طبعا انا مثلا سيب مثلا وصلت الاطراف ديت عن سيجمنت، لما اشغل الدايره بتاعتي كده هتبقى بالمنظر دوت. طبعا هي ما اشتغلتش هنا ان انا عامل مفتاح فانا هوصله كده. ممكن برضو نزود التوصيلات، الدايره زي ما احنا شايفين شغاله معانا. بس طبعا في التنفيذ في مشكله. ايه هي المشكله؟ المقاومه اللي هي R4 ديت قيمتها المفروض ان السيجمنت ديت مجموع السيجمنت دي 6، فبيخرج او محتاج 1 امبير. فانا عشان احسب بقانون اوم قيمه المقاومه 1 امبير اللي هتخرج هنا هتدينا 1 امبير، هلاقي ان المقاومه دي قيمتها قليله جدا. هنفترض 1 كيلو او 2 كيلو. المشكلة ان انا هلاقي ان المقاومة دي بتسرب طيار، فهتخلي السيجمنت دي شغالة بشكل مستمر. يعني ادي المصدر الكهرباء اهوت او الجهد هيخش على المقاومة، وهيبدأ يدخل هنا، يدخل طيار بشكل مستمر. طيب ده دي لو هي قيمتها صغيرة. طب انا دلوقتي رفعت قيمتها وخليتها 20 او 22 كيلو، اللي هيحصل معايا ان المقاومة دي هتسخن قوي، وطبعا هي هتشتغل بشكل مظبوط بس هتسخن جامد نتيجة ان انت بتسحب طيار ازيد من قيمة المقاومة. هي دي المشكلة. يعني نقول تاني، المجموعة السيجمنت دي اللي هما قدامي خمسة او ستة بتسحب حوالي 1 امبير. طيار تقريبا 1.5 فولت او 2 فولت. فانا مطلوب مني ان انا اسحب 2 فولت بقيمة 1 امبير. هنا لو انا حطيت قيمة صغيرة للمقاومة 2 كيلو مثلا، بيحصل ان الطيار بيعدي من المقاومة، يمشي في الخط ويخلي السيجمنت شغال بشكل ايه مستمر. طبعا ده عكس طبيعة الدايرة. لكن انا لو قللت او انا زودت قيمة المقاومة ديت مثلا ل22، الدايرة هتشتغل تمام، ولكن اللي حصل ان هنا المقاومة بتسخن جامد جدا. ليه؟ ان انا بسحب منها طيار مش قيمته، وهي دي المشكلة.